بتوجيهات من الرئيس السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا. الرئيس السيسي يجري اتصالين مع نظيريه السوري والتركي ويؤكد تضامن مصر مع دمشق وأنقرة جراء الزلزال. ختام ورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة وتوقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا. جاء ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لكل من دمشق وأنقرة جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة. من جانبه قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن تعازي مصر في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا. من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا، وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعه ومستشار الرئيس للشؤون المالية اللواء محمد أمين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات، من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلا عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للسيد الرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام. وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وفقا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابي الواقعي مع القضايا المطروحة، وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استمع إلى عرض من وزير الأوقاف لخطة الوزارة بشأن العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وتفسيرا، خاصة ما يتصل بالمقارئ القرآنية في المساجد الكبرى ومقارئ الأئمة وكبار القراء، فضلا عن استعراض مجريات المسابقة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة خلال الشهر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز الاهتمام بالمتميزين والنابغين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية عقولهم وحسن فهمهم لمعاني ومقاصد القرآن الكريم. كما عرض السيد وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المعظم، خاصة برامجها الدعوية والندوات والملتقيات الفكرية خلال الشهر الكريم، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعميم هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بتطور إيرادات هيئة الأوقاف، أوضح الدكتور محمد مختار جمعه مواصلة الإيرادات للنمو المضطرد، محققة حوالي 1,200,000,000 جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بزيادة تقدر بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يا عم الحمد لله على السلامة. تتابع وزارة الخارجية لليوم الثاني على التوالي موقف المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر. ووفقا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في أنقرة، فلم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن أسماء لضحايا مصريين، إلا أن اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنون بها بولاية هاتاي. وقد تمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة الذي لم يتعرض لإصابة لتقديم الدعم اللازم. وحول أوضاع المصريين في سوريا، فليس هناك أي معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين، فقد قامت السفارة في دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذين تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله والاطمئنان عليه. هذا وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتي مصر في أنقرة ودمشق متابعة الموقف على مدار الساعة وبإصدار البيانات الإعلامية تباعا بالمستجدات. أعلنت تركيا عن 10 مدن متضررة من الزلزال كمناطق كوارث، وأعلنت الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر. كما أعلنت تركيا تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ. وقالت السلطات التركية إن الظروف الجوية القاسية تعرقل توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال وعمليات الإنقاذ، وأشارت إلى أنه سيتم السماح فقط لعربات الإنقاذ ونقل المساعدات بدخول ومغادرة خطاي وكهرمان مراش وأديامان، وهي 3 من أكثر الأقاليم تضرراً. هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في شرق وجنوب ووسط تركيا إلى 4544 شخصاً. وأعلنت وزارة الصحة التركية أن 21,000 شخص أصيبوا، فيما دمر ما يقرب من 5,775 مبنى جراء الزلزال الذي أعقبه ب 285 تابعاً. تتواصل العروض الدولية لإرسال المساعدات إلى أنقرة ودمشق بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وامتدت ارتداداته إلى الشمال السوري. وجاءت المساعدات على نحو مختلف بين إرسال فرق الإغاثة ومساعدات فورية للمنكوبين، كما أرسلت دول أخرى مساعدات مالية للمنظمات الإنسانية لمساعدات الناجين في مواجهة موجة البرد القارس التي تضرب المنطقة حالياً. في سباق مع الزمن ووسط ظروف جوية قاسية، تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق وجنوب تركيا ومناطق في شمال سوريا وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين. من كل حدب وصوب بدأت المساعدات الدولية في التدفق على تركيا وسوريا لتقديم العون والمساندة لسلطات البلدين في هذه الكارثة التي اعتبرتها تركيا زلزال القرن. المساعدات الدولية تنوعت بين خدمات الحماية المدنية والمساعدات الطبية العاجلة، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر لتوفير كل احتياجات أهالي المناطق المنكوبة لمواجهة الأزمة وأيضا موجة البرد القارس، وفضلا عن آلاف المباني التي تهدمت بفعل الزلزال وهزاته الارتدادية المتوالية. تأتي الظروف الجوية القاسية المتمثلة في البرودة الشديدة وتساقط الثلوج لتزيد من معاناة الجميع، سواء بالنسبة للمتضررين من الزلزال أو فرق الإنقاذ والإخلاء. الناجون المقدرة أعدادهم بالآلاف باتوا هم أيضا أزمة مع تحديات توفير مراكز إيواء، حيث تحولت المباني التي لا تزال صامدة من قاعات رياضية ومدارس ومساجد إلى نقاط إيواء. لكن شبح تكرار الهزات الارتدادية دفع سكان المناطق المنكوبة للبقاء في العراء رغم برودة الجو، خوفا من انهيار تلك الأبنية، وحتى من اختار الاحتماء بالخيام لم ترحمه هذه الخيام من سوء الأحوال الجوية. وتتوقع منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال الأيام القادمة، وتخشى أن تكون حصيلة الضحايا أعلى ب8 مرات من الأرقام المعلنة أو التي تم تسجيلها حتى الآن. ويعد زلزال الاثنين الماضي أحد أكثر الزلازل فتكا في تاريخ تركيا منذ زلزال عام 1999 الذي ضرب منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من اسطنبول وأسفر عن مصرع أكثر من 17,000 شخص. كارثة إنسانية صعبة من حيث فداحة أعداد الضحايا والمصابين والمتضررين، خصوصا في مناطق الشمال السورية التي تعاني بالأساس من ظروف قاسية. كارثة استدعت تكاتف جميع دول العالم ومنظماته في صورة إيجابية عن أهمية التضامن وقت الشدة والأزمات. أعلنت السلطات السورية ومنقذون ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1900 شخص وإصابة الآلاف الآخرين. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن حصيلة الضحايا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس حصيلة غير نهائية، فيما أعلنت فرق إنقاذ أنها ما زالت تعمل بالشمال السوري. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن انتقال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لا يزال متوقفا. وقالت الأمم المتحدة إن أمورا لوجستية تعرقل وصول المساعدات إلى سوريا من مناطق الحدود التركية، مضيفة أنه من غير الواضح مدى سيستأنف هذا. وأكدت أن المساعدات الدولية لمتضرري الزلزال في سوريا ما زالت عالقة على الحدود التركية. ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر الكوريل الروسية. وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن مركز الزلزال وقع على بعد 189 كيلومترا عن مدينة سيفيرو كوريلسك وعلى عمق 42 كيلومترا، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تطلعه للارتقاء بآفاق العلاقات بين مصر وكرواتيا والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر. من جهته أعرب الرئيس الكرواتي عن دعمه للجهود التي تبذلها مصر على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع أذربيجان في المجالات ذات الأولوية. وخلال استقباله رئيسة المجلس الوطني بأذربيجان صاحبة جافاروفا، بحث مدبولي فرص تعزيز التعاون في مجال الزراعة وصناعة المنسوجات القطنية وزيادة نفاذ المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية للسوق الأذرية. من جانبها استعرضت رئيسة البرلمان الأذري فرص التعاون التجاري بين البلدين، ومعربة عن تطلع البرلمان الأذري لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام المركز بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء في المستشفيات الحكومية أو في الوحدات الصحية، كما أكدت أن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن. نظمت وزارة الداخلية فعاليات تصفيات كأس العالم الرابعة 2023 للفروسية لرياضة التقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة. المزيد في سياق التقرير التالي. عندما طورت وزارة الداخلية وادي الفروسية بموقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، كانت حريصة أن يكون واجهة مشرفة للرياضة الفروسية في مصر، ويستقبل كافة المنافسات محليا ودوليا، وهو ما نجح فيه الوادي، حيث استقبلت ملاعبه ذات التجهيزات الدولية وعلى مدار 4 أيام البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم الرابعة 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بمشاركة 6 دول هي مصر، الإمارات، إنجلترا، السعودية، ماليزيا، فلسطين. حاجة جميلة جدا، والناس الضيوف اللي جايين هنا يعني طبعا كلهم بيشيدوا بالمكان، ما شافوش مكان كده خالص، بالاضافه للتنظيم، طبعا تنظيم الشوطه اللي احنا عارفينه طول عمرنا، الضبط وربط المظبوط، ما فيش حاجه غلط، ما فيش حاجه الا في ميعادها، كل حاجه معموله حاجه تشرف. It's a fantastic new spot for competitions internationally. I think this is going to grow and grow in the international scene of equestrian sports. The polo facility was magnificent. And it's in a very beautiful setting on top of all of that. أنا لعبت في أكثر من دولة في رياضة التقاط أوتاد، الحقيقة ما حصلت مثل هذا الميدان، أول مرة أشارك في ميدان نفس هذا الميدان، من تربة، من تنظيم، من جمالية. أنا من وجهة نظري كفارس أنا شايف إن المكان ده يقدر يستقبل أي نوع من أنواع البطولات، لأن هو في أراضي تستقبل بطولات قفز وبطولات ترويض وفي أرض كلة. أنا أشكر وادي الفروسية على التجهيز وعلى جمالية المكان وعلى الأرضية، وصراحة شيء ما هو مستغرب، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. الملعب الذي تم العمل البطولة عليه ملعب مماثل ودولي بمقاسات دولية كبيرة، تنظيم احترافي لفعاليات البطولة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، يضاهي بل يتفوق على البطولات الدولية المماثلة، حيث تم توفير كافة التجهيزات التي تضمن نجاح البطولة بصورة مشرفة تعكس المظهر الحضاري لمصر وتؤكد على قدرتها العالية على استضافة البطولات الدولية على ملاعب وادي الفروسية. اللي نشوفه اليوم من تجهيزات اتحاد مصر للفروسية ممكن يكون أعلى معايير شفناها في أي بطولة خارجية. سافرت هند، باكستان، يمكن معظم الدول العربية ما فيش أرض متجهزة بالطريقة اللي هنا في وادي الفروسية، فبجد دي حاجة كلنا فخورين بيها. ايفن اللعيبة حتى اللي جت من بره مش مصدقين، لدرجة ان هم بيطلبوا انه كاس العالم بتاع اللعبة يتنقل من اي بلد انه يبقى هنا في وادي الفروسية. التنظيم المحترم اللي احنا شايفينه هنا فعلا بيقول ان الدولة المصرية قادرة على استضافة بطولات عالمية وبطولات في مختلف الالعاب منها الفروسية. So seeing the way everything is set up with the arenas, with the tent pegging run here, and everything else is really high level, and we have not asked for anything yet. البطولة الحمد لله كانت ناجحة بجميع المقاييس، مكان يليق بتصفيات كأس العالم. تبارى الفرسان من الدول المشاركة في أجواء تنظيمية رائعة لالتقاط الأوتاد، ساعدهم على ذلك ملاعب الوادي التي اتسمت بمواصفات دولية، وما يحيط بالملاعب من أجواء تم تهيئتها لإنجاح الفعالية الدولية من خدمات ورعاية بيطرية في الاسطبلات المجهزة للخيول، إضافة إلى فندق إقامة بمواصفات قياسية عالمية ومطاعم ومدرجات للجماهير. هذا الصرح الرياضي مهما أقول يعني ده مواكب أحسن الميادين الفروسية الموجودة في دول العالم كلها، وده طبعا كان بشهادة الوفود المشاركة في البطولة. شافوا هذا المكان ما كانوش مصدقين، الإنشاءات والأراضي والفندق والمطاعم ومنظر البحيرة، حاجة يعني مشرفة جدا جدا. الهوتيلز amazing hotels actually, and we're glad to have it, and it is good if it is stay there. But alhamdulillah, anyway, it is center in middle of the city. المكان مهيأ وجدا رائع بالنسبة للميدان، بالنسبة لاسطبلات الخيل، بالنسبة للتنظيم، بالنسبة لاستقبال الفرق المشاركة، حتى مكان الإقامة. الشباب المصريين ما قصروا معانا. وقد نجح الفريق المصري في الحصول على المركز الأول ليتأهل بذلك إلى كأس العالم وسط حضور دولي ومحلي. الجميع أشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة وبالتجهيزات ذات المواصفات الدولية التي يحظى بها وادي الفروسية وملاعبه. كالمعتاد وزارة الداخلية دايما اسهمتها في الرياضة الكثير، في الأبطال، في المنشآت الرياضية. الحقيقة فخورين بده كوزير شباب ورياضة إن احنا نشوف المنشآت الكبيرة النهاردة، المنشآت المتخصصة مدينة فروسية وليس نادي فروسية. الحقيقة مبهورين بالمكان، مكان مؤهل جدا جدا، مش للكلة بس، حتى لبطولات القفز، لبطولات البولو، مكان مجهز بكل حاجة ما شاء الله. المكان اللي احنا فيه ده أنا عايز أقول لك من 10 سنين مش ممكن تقول إن هو ده نفس المكان اللي احنا كنا بنيجي بنتدرب فيه وبيحصل بطولات. ده بقى حاجة تانية خالص، وحاجة يعني مشرفة جدا إنها تستقبل competitions international competitions ومن كل العالم مش بس من الدول العربية. حققت وزارة الداخلية رؤيتها من تطوير وادي الفروسية، وهي القدرة على استضافة المنافسات الدولية على أرضه بكفاءة واحترافية والارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 786 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 283 طنة. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 103 أطنان. وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط 97 طنة، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 23 طنة، وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 60 طنة، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 483 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات 107 أطنان. وقعت وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون لتنسيق جهود الطرفين في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري. هذا ويهدف البروتوكول إلى وضع استراتيجية مشتركة ترتكز على تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتمكين المواطن المصري وتحسين جودة حياة المواطنين، كما سيوفر التحالف كافة أوجه الدعم للفئات والمناطق الأولى بالرعاية في كافة المحافظات. النهارده التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية. انتوا عارفين طبعا التحالف الوطني من خلال أعضاء منتشر على مستوى جمهورية مصر العربية على مستوى 27 محافظة، ووزارة التنمية المحلية هي المنوطة بالإشراف على وتبعية المحافظات السادة المحافظين للوزارة. بنبدأ ننزل ونقدم الخدمات، بنلاقي بقى على الأرض مرورا بقى بعد ما احنا وقعنا مع الوزارة التنمية المحلية بنلاقي كل الأجهزة بتاعت الدولة بتساعدنا ان احنا نحقق الهدف المطلوب وان احنا نوصل للأسر الأكثر استحقاقا وندعمها بالشكل المطلوب. ما يكون معانا النهارده التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال فكر جمعي يضم 25,000 جمعية قاعدية بالإضافة إلى الاتحاد النوعي للجمعيات وبالإضافة إلى الاتحاد الإقليمي. كل ده بيكون من خلال التخطيط والتنفيذ التشاركي. هنا بالشكل ده نقدر بفكر تخطيطي نحقق كل مستهدفات الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن المصري على أرض المحافظات المصرية. اختتمت ورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة، والتي جاءت بعنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسعى الجميع، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية. من جهتهم أشاد المشاركون باستضافة مصر للمؤتمر وبحسن الضيافة والحرص على نجاح الحوار. وجاءت ورشة عمل الحوار السوداني بدعوة من مصر لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية بهدف إتاحة الفرصة لها لحوار سوداني بمشاركة 85 شخصية يمثلون 35 حزبا وحركة سودانية. هذا وتوصل المشاركون بالحوار السوداني الذي عقد بالقاهرة إلى توقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار السوداني بالقاهرة. واتفق المشاركون على عدد من المواضيع الهامة من بينها الترتيبات الدستورية وأجهزة الحكم، بالإضافة إلى ملف السلام والمصالحة والترتيبات العسكرية والأمنية، فضلا عن العدالة والإصلاح المؤسسي وقضايا الشباب وكذلك الانتخابات. وفي الختام أكدت الورشة أن الفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، حيث دعا المشاركون في الحوار السوداني جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها. الشيء الأساسي كان بالنسبة للترتيبات الدستورية المفاضلة بين الوثيقة الدستورية 2019 وبين إصدار دستور جديد. كما تعلمون الدستور هو قيد على السلطة بشكل عام، القيود الموضوعة على السلطة بتضمنها الدستور، والسلطة التي تصدر الدستور لذلك يجب أن ينتهي دورها بإصدار الدستور. ما كان سائد في القرون الوسطى وقبل ذلك، الملوك والأباطرة هم الذين يصدرون المناشير الدستورية ويقيدون أنفسهم، ولكن في العصر الحديث أصبح الدستور السلطة الأساسية في إصدار الدستور هو الشعب. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. القاهرة تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية الليبية، والمبعوث الأممي يشكر مصر على جهودها لحل الأزمة الليبية. اجتمعت اللجنة الليبية العسكرية 5+5 بالقاهرة بحضور عبد الله بتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله بتيلي أن اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا إيجابيا، وأضاف أن السفراء في السودان وتشاد والنيجر أعربوا خلال اللقاء عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى السودان وتشاد والنيجر لتحقيق التنسيق السريع فيما يتعلق باستكمال خروج المرتزقة من ليبيا، موضحا أنه يجرى العمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار. بدوره استقبل سامح شكري وزير الخارجية عبد الله بتيلي المبعوث الأممي بشأن ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية المبعوث الأممي بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة، مؤكدا على أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية أممية تمهيدا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير. وأكد شكري على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع. من جانبه أكد بتيلي أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، مشيرا إلى ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري. واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء. هذا ووجه بتيلي الشكر لمصر على ما تبذله من جهود على صعيد مسارات الحل لحل الأزمة الليبية، خاصة المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5. استقبل وزير الخارجية سامح شكري مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفن كوبمنز لتبادل الرؤى واستطلاع فرص التحرك بشأن تطورات الأوضاع في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية. وخلال اللقاء أكد شكري على موقف مصر الداعي لضرورة تهدئة الأوضاع وتوقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية تزيد حالة الاحتقان لخلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات ولتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل للدولتين. من جانبه أكد كوبمنز الحرص على التنسيق مع مصر بشأن الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، وسبل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى المفاوضات. كما تطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في جهود إعادة إعمار قطاع غزة والدور الذي تطلع به مصر لنزع فتيل التوتر وكسر حلقة العنف القائمة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر الوزارة سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة في مبادرة تستهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين الجانبين. وخلال اللقاء أكد شكري أن الظروف والتحديات الدولية الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والتعاون بين الأشقاء الذين تجمعهم الروابط التاريخية والعمل المشترك لتحقيق السلام وتعزيز التعاون ومنع النزاعات على مستوى العالم. كما أكد وزير الخارجية على تقدير مصر البالغ لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول أمريكا اللاتينية والتنسيق القائم والمتميز داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف. أكدت روسيا أن العملية العسكرية الأخيرة في شرق أوكرانيا تتقدم بنجاح. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن المعارك تتقدم بنجاح في منطقتي بخموت وفوليدار، كما حذر شويغو من أن تدخل الناتو في أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ به، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان، وأنهم بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضٍ روسية. قال حاكم منطقة لوهانسك إن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل. هذا وتتوقع أوكرانيا هجوما كبيرا يمكن أن تشنه روسيا لأسباب رمزية مع اقتراب مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. كشفت مصادر صحفية عن أن الحكومة الألمانية تعتزم إصدار تصريح لشركتي راين ميتال وفلونسبرغ لتزويد أوكرانيا ب 187 دبابة من طراز ليوبارد 1. جاء ذلك في أعقاب إعلان ألمانيا مؤخرا على موافقتها على إرسال دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، ووفقا للمصدر فإن شركة راين ميتال ستسلم 88 وحدة من الدبابات، وستأتي 99 أخرى من قبل شركة فلنسبورغ، موضحا أن أوكرانيا ستتلقى أول دفعة من الدبابات في موعد لا يتجاوز منتصف هذا العام. أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن حشد 11,000 عنصر من الشرطة والدرك في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتأمين اليوم الثالث من الاضطرابات والمظاهرات التي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وتتوقع السلطات أن يشارك اليوم في تلك المظاهرات أكثر من 1,000,000 شخص، من بينهم 70,000 على الأكثر في باريس. تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور، ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور لتناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ 4 عقود، في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري. هذا ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف كثير منهم من القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي، مما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلافات للحد من تعطيل خدمات عامة مثل السكك الحديدية والمدارس. اتخذ صندوق مجلس الابتكار الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية 42 قراراً جديداً لتعزيز شركات التكنولوجيا بإجمالي تمويل يصل إلى 331 مليون يورو. ذكرت المفوضية أن 13 شركة وقعت على اتفاقية الاستثمار، هي شركات تستعد لتقديم تقنية البحث المرئي للشركات وتطبيقات الصناعة. In the fight against climate change. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لبحث التجاوزات في القنوات والبرامج الرياضية، وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس المجلس كرم جبر أنه سيتم التواصل مع اتحاد الكرة كرة القدم ووزارة الرياضة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ من أجل ضبط المشهد الإعلامي ومنع العديد من التجاوزات الأخيرة على الساحة الإعلامية. الاجتماع اللي هنعقده غدا احنا بندعو النقابات، نقابات الصحفيين والإعلاميين، وبندعو أيضا اتحاد الكورة واللجان المشكلة عنده، وبندعو لجان الشباب والرياضة في مجلس النواب والشيوخ. اتفضلوا تعالوا نقعد كلنا ونتفق على ميثاق اننا مكافحة هذا السلوك الذي وصل إلى حد ممارسات، مش عايز أقول إجرامية، ولكن مواصفات يعني فوق الوصف. ده أمر مهم جدا، لكن إحنا دورنا كمجلس، عشان الناس ما تحملناش المسؤولية لوحدنا، لا إحنا دورنا كمجلس هنتصدى ليه. في جهات أخرى كتير جدا، ابتداء من وزارة الشباب والرياضة، وابتداء من الاتحادات، وابتداء من الهيئات الرياضية، وابتداء من الإعلام والرأي العام، كله ده مسؤول في الآخر إن الناس تتكاتف كلها مع بعض لمكافحة ما يحدث في الوسط الرياضي، ونوصل بقى إيه لممارسات سليمة، ممارسات إعلام نظيف. ويعني الشباب، حرام عليكم الشباب الصغيرين اللي 16 و17 سنة، الحق، ده بياخدهم في اتجاه وده بياخدهم في اتجاه. حياة كريمة، حيث التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي مع وفد من مؤسسة حياة كريمة. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن الوزارة لديها برامج توعوية معتمدة على مختلف المستويات من المدربين والأسر، مشيرة إلى استهداف العمل على محور التمكين الاقتصادي بالقرى التي تدخل في إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة. من جانبها قالت مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة شانا مسعود تطلع المبادرة لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في عدد من المجالات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، من بينها تفعيل اللقاءات والفعاليات الافتراضية مع المصريين بالخارج. شهدت قرية جدة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت أعمالها لمدة يومين. تم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان. يأتي هذا في إطار توجهات الدولة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في القرى النائية والمحافظات الحدودية. القائمة الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى. انتهت الدولة من إجراء 1,567,780 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. كما تمت متابعة أكثر من 117,137 حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 إلى فبراير 2023، بالإضافة إلى استقبال 228,906 اتصالات من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة. هذا وتعد خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن. الآن مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد. الجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا يوسف وشكرا نهى. أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الصناعة يأخذ الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية، مكلفا لجنة تخصيص الأراضي الصناعية بالاجتماع أسبوعيا. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد في أكتوبر الماضي. وشدد مدبولي على أن الدولة تقوم بتكسير مختلف الإجراءات البيروقراطية من أجل انطلاق قطاع الصناعة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمدينة روبيكي فهناك تعاقدات حاليا مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، فضلا عن وجود تقدم كبير محرز في مجال صناعة البتروكيماويات. كما أشار مدبولي إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروعات كبرى في هذا المجال. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار العمل على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات متعددة مع عدد كبير من المصدرين لمناقشة الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة حجم الصادرات والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم. كما شهد الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بدعم الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية في مصر وسبل جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعظيم قيمة الصادرة منه. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مخططات تنفيذ المرافق والبنية الأساسية في الجزء الغربي من الشريط الساحلي بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع لاستعراض مخططات المنطقة، وجه مدبولي بأن يتولى المكتب الاستشاري التفاوض مع المشغلين العالميين خاصة للفنادق بشأن إدارة وتشغيل الفنادق المقرر إنشاؤها وفقا للمخطط. كشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قيام البنوك العاملة بالسوق المصرية بتقديم تمويلات بقيمة 55.2 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل حتى نهاية يناير الماضي، ليستفيد من المبادرة التي أطلقت قبل 8 أعوام نحو 467.55 ألف عميل. كما منحت شركات التمويل العقاري محدود الدخل تمويلا عقاريا قيمته 2.33 مليار جنيه واستفاد منه 19,100 عميل. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملف التقدير للتعاون للمرحلة الثانية بين المنطقة الاقتصادية والبنك الأوروبي فيما يتعلق برقمان خدمات المستثمرين والموانئ. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء أن المرحلة الثانية تستهدف استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1000.70% تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقاط. في أسواق المال الخليجية سجلت الأسهم أداء متباينا عند الإغلاق وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتراجع المؤشر السعودي للجلسة السابعة على التوالي وخسر 0.8% متأثرا بضغوط على أسهم قطاعي التمويل والرعاية الصحية ذات الثقل. كما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة قطر بنسبة 1.3%. وفي أبو ظبي سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا، كما زاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.1% مواصلا الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، بينما استقر المؤشر الرئيسي لكل من بورصة البحرين والكويت. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى يوسف ونهى. شكرا جزيلا لك محمد. تحتفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد البهي وأعضاء فريق عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب. وفي احتفالية وتكريم خاص من الشركة يتم استضافتهم على شبكة قنوات سي بي سي تقديرا لجهودهم الكبيرة في تنفيذ المعرض بصورة مشرفة ولدورهم في نجاح الدورة 54 من المعرض وسط تحديات كبيرة استطاعوا مواجهتها وتجاوزها. كما يأتي التكريم تقديرا لهم لتقديم المعرض لملايين المصريين ولضيوف مصر من الجنسيات العربية والأجنبية بالصورة التي تليق بمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مشروع مصر الأكبر لصناعة الوعي وبناء الإنسان عبورا نحو الجمهورية الجديدة. واصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعالياته اليوم الرابع على التوالي في دورته 12. وناقش المهرجان خلال ندوة بعنوان مناقشة آليات الحفاظ على التراث السينمائي وفنون الترميم الأفريقي أهمية الحفاظ على التراث السينمائي بحضور عدد من صناع السينما والمسؤولين. عندنا عدد من الفعاليات، انت عارف طبعا في المهرجان في فعاليات كتيرة بتبقى متوازية، مش شرط ان احنا بنعمل برنامج بحيث هو مشاهد واحد يشوف ده وبعديه ده وبعديه ده. احنا عندنا عدة قاعات فيها عدة فعاليات. اولا الافلام في المسابقات الطويلة والدياسبورا والقصيرة دي هنا في قاعة النيل وفي قصر الثقافة. ثانيا في عندنا الورشة فاكتوري لتطوير 10 أفلام مصرية روائية قصيرة. هو بيقول إن دي مش أول مرة يجي مهرجان الأقصر، دي ثالث مرة. كل مرة بيزيد انبهاره أكتر بالمدينة وبالمهرجان، especially السنة دي لأن الحضور قوي جدا في كل الفينيوز، في كل الأفلام، مش بس الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة والأفلام التسجيلية. وابتدى يحس إن المهرجان زرع ثقافة السينما في المدينة. والآن إلى آخر أخبار الطقس. الأحوال الجوية مع محمد عبد الله، تفضل. شكرا يوسف وشكرا نهى. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 16-10، الإسكندرية 16-10، مطروح 15-9، بورسعيد 15-9، الإسماعيلية 17-9، والسويس 16-9، العريش 16-9، طابة 16-10، شرم الشيخ 19-13، والغردقة 20-12. وإلى الأقصر 19-7، أسوان 20-9، الوادي الجديد 19-7، شلاتين 22-14، وأخيرا حلايب 21-15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نتابع مع حضراتكم اللقطة الأبرز لهذا اليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. بتوجيهات من الرئيس السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا. الرئيس السيسي يجري اتصالين مع ناظريه السوري والتركي ويؤكد تضامن مصر مع دمشق وأنقرة جراء الزلزال. ختام ورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة وتوقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار. نشرتنا انتهت، والآن مع الإعلامي يوسف الحسيني وامتداد لساعات التاسعة. ازيك يا نوح؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه في البرد اللي احنا فيه ده بقى؟ نعم البرد جو برد جدا وعايزين بيات شتوي. لا حديث الآن يعلو فوق صوت البرد وطبعا والزلزال طبعا هناك في كارثة إنسانية صعبة مشكلتين مع جدا مشكلتين مع بعض فعلا، انه الزلزال جاي في وقت الشتاء كمان، وخلي بالك المناطق دي مناطق اكثر برودة مننا بكتير، ففعلا ربنا يستر عليهم يا رب، ربنا يلطف بكل منكوب. ودعواتنا للجميع وللمتوفين بالرحمه والمصابين بالجهاد يا رب يا رب. انت بايت النهارده ولا؟ لا بايت ان شاء الله. بايت نبعت بقى نجيب عشاء دافي كده او عشاء ساخن في ظل البرد. حصل يوسف عايز استناك تتعشى معايا. دبسناه كده دبسناه انت مش محتاج تدبس انت ابو الكرم يا جو. ربنا يخليك يا رب. اشكرك يا نهى، اشكرك يا يوسف، واستاذنكم نبدا فقراتنا.